نحو 43 مليار دولار حجم التدفقات المالية غير المشروعة في العالم العربي. تقرير جديد للأوسكوا يدعو إلى تعزيز التنمية. الجزائر والمغرب سنوات البعد لم تنهيها الدعوة المغربية للحوار، وتساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين. الهجرة واللجوء مشكلة العالم المعاصر، قمة دولية في المغرب الشهر المقبل، وخلافات دولية لتبني ميثاق جديد. أهلا بكم في العاشرة من قناة المملكة. أرقام صادمة كشفت عنها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا الأوسكوا. المنظمة قالت إن نحو 43 مليار دولار هو حجم التدفقات غير المشروعة التي خرجت من المنطقة العربية بسبب التلاعب بالفواتير والعقود التجارية. تصريحات المنظمة هذه تأتي قبل أسبوع من انطلاق مؤتمر دولي حول تمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة، وتسعى المنظمة إلى إقرار الآليات والتدابير اللازمة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، خاصة في ظل تزايد هذه الأرقام وتعقيد عمليات تسريب الأموال والتهرب والقدرة على تتبعها والكشف عنها. عمر المجالي يطلعنا الآن على المزيد حول هذه الأرقام والانعكاسات التي تتركها على عملية التنمية المستدامة. إذن هذه الأرقام تعد أرقام صادمة، عمرها 43 مليار دولار حجم التدفقات المالية غير المشروعة خاصة في العالم العربي، وتداعيات على المشروع التنمية وكذلك أهداف التنمية المستدامة. إذن هو رقم كبير جدا بالنسبة للمنطقة العربية. نعم، رقم كبير ويشكل عائق واضح في خطة التنمية المستدامة التي تدعو لها الأمم المتحدة. أرقام هائلة في الوطن العربي خلال هذه السنة والسنة الماضية، وهناك تقرير أيضا للأمم المتحدة يكشف بعض الأرقام، نستعرضها مع بعض. تشكل التدفقات المالية غير المشروعة أحد أهم العوائق أمام التنمية المستدامة في الوطن العربي. من هذا المنطلق كانت دائما الخطط والالتزامات حاضرة للقضاء على هذه التدفقات غير المشروعة بحلول عام 2030. لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا إسكوا أعلنت أن حجم التدفقات غير المشروعة التي خرجت من المنطقة العربية بلغت نحو 42 مليار و800 مليون دولار. وأشارت إسكوا إلى أن المنطقة العربية اتخذت خطوات ملحوظة أيضا على صعيد تنفيذ خطتي التنمية المستدامة وتمويل التنمية بحلول عام 2030. وتعتبر التدفقات المالية غير المشروعة وغسيل الأموال وسرقة الأموال العامة وهدرها أهم التحديات التي تواجه العديد من الدول العربية وخطة التنمية المستدامة فيها. ومن المقدر أن تولد عائدات مكافحة الفساد في الدول العربية ما يصل إلى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، وهو ما يكفي لسد معظم الفجوة المالية في الاستثمارات اللازمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية قال إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية حتى عام 2030 يتطلب 230 مليار دولار سنوياً. أيضا تقرير المنتدى أظهر أن الفجوة التمويلية في الدول العربية تعاني عجزا يصل إلى 100 مليار دولار. التنمية المستدامة لها 17 هدفا لإنقاذ العالم، من أبرز هذه التحديات هي المتعلقة بالقضاء على الفقر وأيضا القضاء على الجوع وتوفير الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى العديد من الأهداف والتحديات التي تعمل عليها التنمية المستدامة. كما ذكرت لك طارق في البداية، هذه الأهداف هي اللي تنقذ العالم من بعض التحديات، من أبرزها الفقر والقضاء. هي أنا يعني ذكرت 5 نقاط أو 6 نقاط، لكن هناك 17 نقطة وتحدي رئيسي تعمل عليها الأمم المتحدة، وهناك أيضا اجتماع خلال هذا الأسبوع أو خلال هذا الشهر لكيفية مواجهة هذه التحديات. تحديات كثيرة تواجه التنمية المستدامة وأهدافها، وكذلك تمويل الاستدامة
أنا أشكرك عمر المجالي. مباشرة أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محمد أبو هديب، رئيس جمعية الشفافية الأردنية. ما دكتور محمد، أهلا بك. بداية، تبعت سويا هذا التقرير، بداية حتى يعني نبدأ بشرح بسيط، ما هو المقصود بتدفقات المالية غير المشروعة وبماذا ترتبط؟ بداية مساء الخير لك وللمشاهدين. بالتأكيد التدفقات المالية غير المشروعة هي حركة المال التي تخرج من الدولة بطرق غير شرعية، سواء كان عبارة عن تهرب أو غسيل أموال أو عن طريق تحايل على القوانين السارية المالية، ونقل هذه الأموال بطريقة غير مشروعة من مكانها الأصلي التي يجب أن تكون متواجدة فيه إلى دول أخرى يعتبروها أكثر أمانا وفائدة واستثمارا لهؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الأعمال، وهي بالمطلق غير قانونية. طب هنا تحديدا دكتور، كيف يجري التلاعب بالعقود والفواتير؟ يعني التهرب المتأتي من هذا التلاعب قدر ب 43 مليار دولار من المنطقة العربية. يعني بالتأكيد له أسباب كثيرة جدا، يعني أنت تعرف أنه من أهم الأسباب اللي بتؤدي إلى مثل هذا النوع من التهرب، وهي أرقام صادمة طبعا، تقريبا 3.5 من الناتج القومي الإجمالي للمنطقة العربية قاعد بهرب، يعني أرقام حتى بتزيد قاعدة بنسبة 10% بالسنة. أغلب الأسباب معروفة إلها أنه طبيعة الاقتصادات الموجودة في المنطقة اللي تعتمد على الموارد الذاتية زي النفط وزي القضايا الذاتية. اثنين، عدم الاستقرار السياسي بالمنطقة والقوانين والسياسات المتبعة في الرقابة والشفافية والحكومة الرشيدة، كل هذه تؤدي إلى مثل هذا العمل اللي يستطيع من خلاله البعض النفاذ من الثغرات الموجودة في مثل هذه الطريقة من طريقة الحكم لاستخدامها لتسييل الأموال وإخراجها من مكانها الطبيعي إلى مكان آخر. يعني الأساس هو عملية الحوكمة الرشيدة اللي غير متواجدة في كثير من هذه الدول التي تعاني من مثل هذه المنطقة، خصوصا احنا نتحدث عن منطقتنا العربية طبعا وشمال إفريقيا والمناطق اللي هي تعتبر من الدول النامية فيها مثل هذه المشاكل. أسبابها الرئيسية عدم وجود أنظمة سياسية مستقرة، الاعتماد على عدم وجود شفافية ومكافحة حقيقية للفساد، القوانين اللي بيستخدموها للسيولة المالية وللتعاملات التجارية، تطبيق يعني هم ياخذوا قوانين صحيحه سليمه من اماكن اخرى لكن تطبيقها وآليات الاشكال تطبيقها دائما في التطبيق. طبعاً دكتور طبعاً يكون في طيب يعني هنا اذا اين موقع الدول العربيه في خارطه الفساد العالمي؟ شوف يعني موقع الدول العربية يعني من الدول المتقدمة بالفساد، يعني ما احنا نسبة يعني يجوز تسبقنا فقط بعض الدول الإفريقية وبعض الدول، مش كل الدول الإفريقية حتى، لكن احنا كدول عربية اذا بدك تقيسها بالمعايير الحقيقية موارد الدول العربية معكوسة على التنمية، انا من هذا المعيار بقيسها من ناحية سياسية واقتصادية، معكوسة على التنمية في بلدانها تعتبر أرقام عالية جدا. يعني في مدركات الفساد صحيح في دول عربية وضعها جيد، يعني مثل الإمارات العربية، مثل عمان، مثل قطر، الأردن يعني في مرتبة يعني مش بعيدة كثير يعني، لكن بالمجمل مقارنة مع العالم المتقدم اللي سبقنا في كثير من التنمية سواء كان الاقتصادية أو البشرية، نحن نعتبر من الدول اللي لا تزال بحاجة إلى جهد كبير جدا في هذا المجال. طب هل نقوم في الدول العربية أو في عدد من الدول العربية بما يلزم من خطوات لمكافحة هذا الفساد؟ لأن الانعكاس كبير على موضوع التنمية فيما لو كانت هذه الأموال تذهب للتنمية، للصحة، للتعليم، للقضاء على الفقر والجوع. بالتأكيد أنه الدول العربية، بدي أرجعك شوية أخي طارق، لما بدت موضة الحديث عن الحوكمة الرشيدة وقوانين النزاهة الوطنية وقوانين الشفافة واستقلال القضاء، كل هذه اجت مجموعة كانت تتنقل تشريعات بين الدول العربية، بدأت من عندنا من هون، راحت على المغرب، راحت على تونس، راحت على الدول العربية الأخرى. الإشكالية بأمانة أحكي لك فيها، القوانين جيدة لكن تطبيقها سيء جدا، وأنت تلاحظ أنه معظم المشكلات اللي بيعاني منها بلداننا العربية سواء يعني تعدى البلدان النفطية، احنا عندنا مشكلة الهروب رأس المال بطرق غير مشروعة اللي نتحدث عنه هذا الموضوع، ادى الى
ذهابنا إلى مديونيات كبيرة، إلى 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 هروب استثمارات، إلى عدم جلب استثمارات، إلى إلى وضع الدولة في ضائقة مالية كبيرة بحيث أنها تروح تستدين حتى تقوم بعمليات التنمية، كان بالأولى أنها تحافظ على رأس المال اللي كان موجود هنا عن طريق قوانين ناظمة لعملية صحيحة وسياسة راشدة، سواء كان سياسة عملية سياسية أو عملية اقتصادية للحفاظ على مثلها. المشكلة القوانين، أغلب القوانين الموجودة في الوطن العربي هي قوانين مستنسخة من الدول المتقدمة، لكن زي ما حكيت لك قبل شوي إحنا عندنا لسه بعد في إشكاليات بعملية التطبيق. قانون مكافحة غسيل الأموال موجود، قانون النزاهة موجود، قانون الشفافية موجود، قانون الاحتكار موجود، قانون التجارة الحرة اللي هي طبعا هذه جزء من اللي استغلوه البعض في تسريب أموالهم خارج المنطقة العربية. على أي مستوى دكتور محمد، إذا كانت كل هذه البيئة التشريعية هي ناظمة وقادرة على التصدي لكل فساد، على أي مستوى يجري تكون هناك ثغرات يتحرك من هذا المال إلى الخارج؟ يعني أنت شوف، تعتمد على طبيعة الدولة والموارد الموجودة فيها. يعني إذا بدك تتحدث عن بلد زي بلدنا، إحنا مواردها محدودة، هذه العملية محدودة مش كثير إحنا إلها علاقة فقط عندنا هون ببلد زي بلدنا زي الأردن، لأنه إحنا مواردنا موازنتنا كلها على بعضها، يعني أنت تعرف ما 11 مليار لا. فإحنا بنحكي هنا فقط عن عملية تهرب ضريبي، بنحكي عن عملية إنه في ناس غير راضي عن القوانين اللي موجودة يستطيع ينفذ من خلال قوانين التجارة الحرة لتسهيل أموال ويتلاعب بالعقود بالجمارك بالعملية مثل الأمهالة. بينما بالدول العربية الأخرى اللي فيها موارد كبيرة مثل الموارد النفطية مثلا، هناك في كثير من التلاعب يصير، لأنه الأصل أنه هذه الثروة مركزة لجزء معين، يعني لطبقة معينة. يعني أنت تعرف أغلبها أسر موجودة، أسر حاكمة تمتلك السياسة، تمتلك الثروة والسيطرة. فعن طريق هذا مثل ما يحصل بالعراق الآن، العراق أنت تعرف يعني يحصل فيه لأنه فيه موارد طبيعية، بترول. الفريق اللي بيجي بحكم بنهاية فترة حكمه، تلاحظ الأرقام اللي تطلعها منظمات الشفافية الدولية والمنظمات، أرقام صادمة، المليارات اللي ذهبت في مجال الفساد. فتعتمد على طبيعة النظام السياسي بالدولة، طبيعة موارد الدولة، طبيعة القوانين الموجودة بالدولة كيف يستطيع النفاذ منها. الدول المحدودة الموارد صحيح أنه يطلع منها أموال كثيرة، لكن انعكاساتها برضو أكبر لأنه إحنا بحاجة لهذه الأموال على الرغم قلتها. طيب هل يشترك القطاع الخاص دكتور محمد مع القطاع العام، أما أن القطاع العام هو الذي يتصدر مشهد الفساد؟ لا بالتأكيد القطاع الخاص له دور كبير جدا في هذه العملية، لأنه أغلبه أنت عملية التحايل تتم عن طريق شركات، وانت تعرف انه الان في صاروا يستخدموا الشركات اللي بتوقع عقود في منطقتين مختلفتين، يعني ما بتهربوا ضريبيا، يعني بيروحوا يوقعوا مثلا عقود في اماكن اللي يسموها فيها جنان ضريبيه او امنه ضريبيه، زي شركات الاوفشو، زي شركات الملذات الضريبيه، بالضبط الملذات الامنه. هاي شغل القطاع الخاص طبعا. بالتاكيد هذا القطاع لما نحكي عن اموال وموارد، لو ما يلقى تسهيلات من القطاع العام او بعض الموجودين في القطاعات العامه، لا يمكن ان يستطيع ان يفعل مثل هذه العمليات. فبالتاكيد القطاع الخاص دور اساسي ومهم جدا في تهريب رؤوس الاموال الغير مشروعه اللي تنتقل من اماكنها الطبيعيه. يعني تابع الدكتور محمد، هناك اهداف للتنميه المستدامه وهي اهداف مهمه جدا فيما يتعلق بالدول الناميه او الدول الاقل حظا فيما يتعلق بالقضاء على الفقر والجوع وتحقيق تنميه مستدامه وتمويل هذه الاستدامه. هذه التحديات، ربما هذا التحدي الاكبر الذي يواجه اهداف التنميه المستدامه. بالتاكيد، يعني انت تعرف انه اطلقوا 17 هدف، التحديات اللي هم انه للتنميه المستدامه حتى نستطيع من انه نوصل العالم بمجمله. طبعا العالم مقسوم انت تعرف لا اكثر من قسم، قسم يعيش في رفاهيه وحياه رغيده، وقسم يعني متوسط، وقسم فقير جدا. فاطلقت هذه الاهداف حتى تصل جزء، تحل جزء كبير من مشاكل اللي بيعاني منها المجتمعات، مثلا في المجتمعات الأفريقية في عندك فقر، جوع، مياه، تعليم، عملية التمييز بين شو اسمه الحياة. في دول لا يجوز هذه القضايا مش موجودة كثير عندها، لكن بحاجة إلى حياة تكون أفضل، يعني التنمية، البنى التحتية، التعليم، الطبابة، نوعية المياه، التمييز بين الجنسين. هذه في دول تعتبرها ترف، لكن في دول أخرى لا هي بحاجة إلها. وأنا أعتقد أنه المال اللي يخرج بطريقة غير مشروعة كفيل بأنه يحل على الأقل 60-70% من مثل هذه الأهداف من أجل تحقيقها، لأنه مال كثير جدا ويزداد. وهي المشكلة أنه قاعد النسبة بتزيد سنويا تقريبا 10%، أنت بتحكي عن 3.5% من الناتج
الإجمالي للدول العربية بذهب بهذه بالأموال اللي غير مشروعة برا. تخيل أنت هذا الرقم قديش صادم. يعني في أرقام تحكي يعني بالعالم أكثر من 20 تريليون دولار موجود بطريقة غير مشروعة لتهرب لأثرياء ولناس. طب إذا كان أمكن دكتور أعذرنا على المقاطعة دكتور طبعا. محمد إذا كان أمكن يعني متابعة وملاحقة تلك الأموال من أين تخرج وإلى أين تذهب؟ أين هي القوانين الدولية في هذا الإطار؟ هنا هاي القصة الصعبة بالعملية. هو ما قدروا يوصلوا إلى هذه الطريقة إلا بالتحايل على القوانين اللي موجودة أصلا. فالآن يعني يجوز في بالولايات المتحدة الأمريكية اشتغلوا الأمريكان على يفرضوا ضرائب على الأموال الأمريكان اللي خارج بلادهم اللي كانوا يطلعوا أموال من أمريكا ويطلعوها برا. والآن الاتحاد الأوروبي أيضا بدوا يشتغلوا على سويسرا لأنه تعرف سويسرا من الأماكن اللي الأموال تذهب إليها بتعتبروها ملاذ آمن. لكن كل هذه العملية محدودة. يعني الآن بدك إعادة يعني بده جهد عالمي. هل الجهد العالمي كيف تستطيع أنك تجسر هذه العملية بين الدول؟ أنت تعرف العالم صعب جدا أنك بتجسر القوانين بحيث أنها تتماشى مع مصلحة كل دولة بذاتها. مثلا قوانين التجارة الحرة، التجارة الحرة شيء ممتاز، لكن استغلت هذه القوانين ثغرات لتسييل مثل هذا المال. الآن ممكن بدك إعادة جزء من هذه السياسات اللي موجودة في القوانين الدولية اللي تهم العالم أجمع، مثل قوانين التجارة الدولية، مثل قوانين الأموال، نقل الأموال، التأكيد على التعاون الدولي في عملية غسيل الأموال، وتعرف هي قضية مهمة جدا لأنها جزء مهم من هذه العملية. التعاون الدولي في قضية المبالغ المالية الكبيرة اللي تهرب من مكانها من أجل تهرب ضريبي، اللي بيعقدوا ضرائب مزدوجة. في ناس هسه بيعقد شركات بتعمل عقود مع دول وبتعمل عقود ما توقعها داخل الدولة، توقعها في مكان آخر حتى ما تخضع للضريبة اللي داخل ضمن بلدها. هذا بده جهد دولي ضمن الأمم المتحدة، وإمكانيات الأمم المتحدة تعرف أنت يعني صحيح نظريا جيدة لكن على التطبيق الفعلي بحاجة إلى جهد كبير جدا. طب هنا نتحدث عن مرحلة متقدمة في إطار التشريعات الدولية والملاحقة والحد من هذا التهرب، وهناك على المستوى الإقليمي والدولي خاصة. هنا في الأردن دور المنظمات، جمعية الشفافية الأردنية، منظمة الشفافية الدولية، مؤسسات المجتمع المدني في التنبيه إلى مخاطر وتوعية بهذا الأمر والحديث دائما مع الجانب التشريعي فيما يتعلق بالتطوير والمتابعة. شوف أحكي لك، يعني اولا انا قبل ما اكون رئيس جمعيه الشفافيه انا قضيت فتره طويله بالبرلمان وبالسياسه الدوليه، نعم. يعني رئيس لجنه الشؤون الخارجيه بالبرلمان العربي والاردني، فعندي اطلاع على بعض القوانين اللي 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 تفضلت فيها من خلال التشريعات. احنا كمنظومه تشريعيه عندنا منظومه تشريعيه ممتازه جدا، يعني كل القوانين اللي تدير هذا الامر ممتاز جدا. الاشكاليه بالتطبيق، الاشكاليه في بعض يعني بعض المستثمرين او بعض الناس اللي عندهم الاموال بيستغلوا بعض السياسات ليجوا انها منفذ لتهريب اموالهم، ليس فقط الغير مشروعه، في جزء من المال المشروع اللي يذهب وهو يعيق عمليه التنميه عنده. مثلا ناس بيقول لك انا بدي انقل اموالي على منطقه اخرى لانه الضرائب اقل لاني استفيد اكثر. هذا جزء احنا كمؤسسات مجتمع مدني وكجمعيات شفافيه وكشيء بننبه الحكومه له انه جزء من عملية الحوكمة الرشيدة وجزء من عملية التنمية المستدامة الحفاظ على رأس المال، لأنه إذا حفظنا على رأس المال ما نضطر أن نستدين ويوضعوا شروط علينا كما نلاحظ إحنا اللي قاعد اللي بالفضاء الموجود عندنا. طبعا دورنا هو تثقيفي توعوي تنبيهي، لكن بالنهاية أنت تعرف يعني في أمور ممكن خارج سيطرة مؤسسات المجتمع المدني. لكن بكل صراحة دكتور يؤخذ بهذا الرأي، بهذه التوعية، بهذه النصيحة؟ أرجوك أن تكون صريحا معي. والله أنا أحكي لك بأمانة مش كثير بيأخذ بها، يعني مش كثير، ممكن يعني أنه بيستجيبوا بيستمعوا إليك. إحنا بالعادة مثلا في جمعية الشفافية عن كل القضايا اللي بنتحدث عنها كلها جبنا المسؤولين بالحكومة، سواء كان في القضاء، سواء كان في المالية، سواء كان في التشريعيين بمجلس الأمة، كله كنا نعقد ندوات معهم. قديش هذا الحكي بيأخذوا فيه؟ طبعا تعرف أنت لمست أثر ما نتاج ذلك. الأردن قلت لك كمنظومة تشريعية مكتملة، أحكي لك بأمانة، يعني هي بس عملية التطبيق والثغرات. يعني مثلا منظومة النزاهة موجودة، قانون غسيل الأموال موجود بالأردن أقر من زمان،
قانون التجارة الحرة تعرف احنا من 2000 والأردن شغالة فيه، القوانين الأخرى كلها موجودة، بس عملية التطبيق هنا الإشكالية، وعملية اللي حصل بالمنطقة العربية برضو من 2010 بعد عملية الربيع العربي والقصة هاي خلقت كثير من الاختلالات اللي وجدت بالمنطقة. الأردن بحجم اقتصادها ما أعتقد أن المشكلة مش بهروب المال الغير مشروع، لأنه قد ما بتحكي بالنسبة اللي بهاي النسبة مش هذيك النسبة الكبيرة جدا. يعني بجوز إحنا عندنا زي ما قلت لك قبل شوي تهرب ضريبي، تهرب جمركي، الهروب لأنه بيئة استثمارية غير جاذبة، هاي القضية الكثير موجودة، لأنه اقتصادنا مش اقتصاد يعني خلينا أقول قوي كبير. نعم. حجمه ليس اقتصادا كبيرا حتى يتيح أغلبه يعتمد على الضرائب يعني. نعم. من يعني في إطار وجود منظومة تشريعية رائعة في كافة الاتجاهات ولدينا خلل في التطبيق كما تفضل، هل لديكم أرقام دكتور محمد حول حجم الخسائر نتاج الفساد يعني المتعدد؟ ربما شوف يعني أسأل أرقام دقيقة 100% ما بقدر أعطيك، بس أنت إذا بتلاحظ بالأخير مثلا أرقام ديوان المحاسبة اللي طلعت بالتقرير الأخير اللي طلع به على الأرقام اللي طلعت بحوالي 700 مليون كان في هدر، طبعا قد لا يكون أنه 700 مليون فساد، ممكن تكون هدر مثلا قضية التهريب اللي حصل، قضية الدخان مثلا أضاعت على الخزينة عشرات الملايين من الدنانير، هذه من القضايا المهمة اللي فيه. في قضايا مثلا قضايا اللي حصلت، قضية الفوسفات، قضية في الأرقام بالنسبة للاقتصاد الأردني تعتبر كبيرة بحجم الاقتصاد الأردني، لكن ليس بالسوء اللي موجود في مناطق أخرى من العالم. أنا بحكيها بأمان لي عن حجم الاقتصاد الأردني مع عمليات الفساد اللي موجودة، أغلبها بتكون إما فساد إداري، إما سوء تقدير، إما عدم وعي وإدراك لأهمية مثل هذه، يعني ممكن قانون صغير يتسهل بتطبيقه يهدر عشرات الملايين وهي تعتبر فساد بالنهاية. لكن كنسبة احنا تراجعنا شوية، يعني اول كان وضعنا متقدم اكثر، احنا تراجعنا تقريبا من 35 ل 58 الان، احنا حتى المرتبة تبعنا، وهذا دليل على انه لا في خلل يجب الانتباه له، يجب كثير من الامور. انت تعرف انه بالفترة الاخيرة بدأت يعني قضايا الفساد تظهر على السطح، بدأ صار في بعض الإجراءات عليها، لكن بحاجة إلى حزم أكثر وبحاجة إلى جدية وإرادة حقيقية لكبح مثل هذه الظاهرة. يعني يجوز هيئة النزاهة والشفافية بفترة من الفترات قالت لا احنا قضينا على الفساد ودورنا أصبح توعوي، فجأة طلع حوالي 3-4 قضايا فساد اختلفت الصورة. فهنا مشكلة الدول النامية، الدول اللي لا تزال أنظمتها مش مكتملة الديمقراطية، وبعد ما في أنت تعرف يعني هاي القضايا بحاجة يعني لوقت من أنا أشكرك الدكتور محمد أبو هديب رئيس جمعية الشفافية الأردنية، شكرا جزيلا لك دكتور. عفو. شكرا. المغرب والجزائر وأفاق التفاهم، هذا الملف بعد فاصل قصير. من جديد تعود العلاقات المغربية الجزائرية إلى الواجهة عقب أسبوعين من دعوة أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس للحوار والتفاهم مع الجزائر. الدعوة المغربية لم تلق حتى الآن ردا رسميا من الجزائر سواء بالرفض أو القبول، غير أن مراقبين يرون أن حجم الملفات الشائكة بين الطرفين قد تدفع الجزائر إلى التروي قبيل إطلاق رد واضح أو السير قدما وراء الدعوة المغربية. أسبوعان على دعوة وجهتها المغرب للجزائر لإنشاء آلية مشتركة للحوار المباشر والصريح، العاهل المغربي محمد السادس دعا الجزائر في السادس من الشهر الحالي إلى إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994، مقترحا إنشاء آلية سياسية مشتركة للحوار، وعارضا قضايا الاستثمار وتعزيز التعاون الثنائي تجاه التحديات الإقليمية والدولية، ومن أهمها إشكالات الإرهاب والهجرة، ومؤكدا انفتاح بلاده على المقترحات والمبادرات التي تتقدم بها الجزائر بهدف تجاوز الجمود في العلاقات الثنائية. دعوة العاهل المغربي لم تلقى ترحيبا من القيادة الجزائرية برأي مراقبين، إذ لم تحمل برقية التهنئة التي وجهها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأحد إلى العاهل المغربي بمناسبة عيد استقلال المغرب أي إشارات سياسية أو رد رسمي على الدعوة، ولم تخرج عن الطابع البروتوكولي المعتاد في مناسبات كهذه.
خطوة للحوار بين الطرفين اعتبرها البعض بعيدة المنال، وصفها آخرون بالفرصة الذهبية لإذابة الجليد وحلحلة الأزمة بين البلدين، بينما اعتبرها مراقبون مفاجئة على أكثر من صعيد، لا سيما أنها الأولى التي يبادر إليها المغرب في عهد الملك محمد السادس، إضافة إلى أن توقيتها يأتي غداة قرار مجلس الأمن أخيرا، والذي يقضي بتجديد ولاية بعثة منظمة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء المغربية 6 أشهر، وعشية انطلاق المفاوضات حول الصحراء في جنيف في مستهل كانون الأول من العام الحالي. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المبادرة المغربية تأتي في لحظة سياسية دقيقة بالنسبة إلى الجزائر التي تستعد للانتخابات الرئاسية في ربيع العام المقبل. الرد الجزائري على الدعوة لم يقتصر على الصمت من قبل القيادة فحسب، وإنما تعالت أصوات مسؤولين سابقين بوصفها خطوة تستهدف تحييد الجزائر عن مفاوضات جنيف حول ملف الصحراء، ومعتبرين الدعوة مناورة جديدة يريد من خلالها المغرب إقحام الجزائر مرة أخرى في ملف الصحراء على حد وصفهم. المبادرة المغربية وإن كانت غير مثمرة حتى الآن على الأقل، إلا أنها تذكر أن الحوار بين البلدين أصبح ضرورة ملحة نظرا لتجذر الأسباب المحركة للصراع والتي تؤدي إلى توليد أسباب أخرى للنزاع بدورها، مما يدخل البلدين في حلقة مفرغة لا نهاية لها. أرحب بضيفي الآن من القاهرة الدكتور أيمن شباني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة والمتخصص بالشؤون الإفريقية. دكتور أيمن، أهلا بك. بداية، برأيك بماذا تفسر هذا الصمت الجزائري على الدعوة المغربية التي أطلقها الملك محمد السادس بشأن إنشاء آلية للتشاور والتعاون مع الجزائر؟ يعني هذا الصمت الجزائري إنما هو نوع من الرفض المقنع لمبادرة العاهل المغربي. لماذا؟ لأن الجزائر تعتبر أن هذه المبادرة لم تمس جذور المشكلة، مشكلة الصحراء، وأنها تتعارض مع ثوابت الجزائر إزاء هذه القضية. هذه الثوابت الجزائرية تتمثل في أن المغرب دولة احتلال بالنسبة للصحراء، وأن القضية ليست شأنا داخليا مغاربيا، ولكنها هي قضية تصفية استعمار، قضية احتلال، قضية دولية ينبغي أن يتم حلها في إطار القانون الدولي وفي إطار ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي الجزائر عندما لم ترد على هذه المبادرة هي قد ردت بالفعل بالرفض لهذه المبادرة، بل إن البعض من الأوساط الأكاديمية والرأي العام في الجزائر اعتبر المبادرة نوع من الاستفزاز للسلطات الجزائرية. لماذا برأيك؟ لماذا؟ لأنها جاءت في ذكرى المسيرة الخضراء، وهي المسيرة التي كان قد أطلقها العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني بهدف استرجاع الصحراء. إذن هي أطلقت في ذكرى تخص المغرب وتعبر عن قناعة مغربية بأن الصحراء الغربية أو المغربية بالأحرى هي جزء من التراب الوطني المغربي ولا يمكن التفريط فيه بأي حال. حتى أن مبادرة الملك محمد السادس يعني قد غلفت بتحذيرات ويعني إجراءات حازمة ضد كل من يريد أن يغير توصيف القضية، ضد كل من يريد إخراج قضية الصحراء المغربية من وجهة نظر المغرب من إطارها الداخلي. وبالتالي جاء الرفض الجزائري منطقيا على هذه المبادرة المغربية. طب كان بإمكان الجزائر أن تصدر بيانا رسميا ردا على دعوة العاهل المغربي للحوار، أو أنها تنظر بإيجابية، حتى أن البعض يرى أن الخطاب الملكي كان سابقة تاريخية من حيث أنه يريد أن ينهي طيئة أو يطوي صفحة الخلاف بين الجانبين ويترك القضايا العالقة لآلية للتشاور والتعاون؟ يعني الرد الجزائري من خلال بيان يوحي بأن الجزائر قد اهتمت بالمبادرة أو تعاملت معها بنوع من الجدية، ولكن الجزائر أرادت أن تسفه هذه المبادرة، أرادت أن تقلل من شأنها، وبالتالي كان الرفض من خلال الصمت. حتى أن المناسبة
التي جمعت مؤخرا بين العاهل المغربي والوزير الجزائري الأول أحمد أويحيى في فرنسا على هامش الاحتفال بمئوية الحرب أو بذكرى الحرب العالمية الأولى. تجنبت تماما هذا اللقاء، تجنب فيه الوزير الجزائري فتح الموضوع تماما مع العاهل المغربي، حتى أنه يعني لم يرد على أسئلة الإعلام أو الصحافة بشأن الموضوعات التي تطرق إليها هذا اللقاء. وهذا التجاهل يعبر عن إصرار جزائري على عدم التعامل مع هذه الأمور بجدية أو هذه المبادرة بجدية، لأن الجزائر قد حددت من قبل مجموعة من الشروط من أجل تطبيع العلاقات مع المغرب. من ضمن هذه الشروط وعلى رأس القائمة التي وضعت في العام 2013 هو تسوية النزاع بشأن الصحراء، ولأن المغرب لم تقدم من وجهة النظر الجزائرية ما يفيد أو يثبت حسن النوايا أو صدق الإرادة في تسوية هذه القضية، لم تتعامل مع الجزائر بالجدية، خاصة أيضا أن العاهل المغربي يعني أشار علانية أن هذه القضية ينبغي أن تحل في إطار ثنائي بين الجزائر مباشرة والمغرب. طيب، لكن طالما دكتور أيمن، الجزائر تريد في إطار الشروط الثلاثة ومنها احترام موقف الجزائر فيما يتعلق في الصحراء المغربية واعتبارها قضية تصفية استعمار من وجهة نظرها، يعني لطالما كانت قضية الصحراء المغربية منذ المسيرة الخضراء منذ العام 1975 قضية شائكة ومؤثرة في مسار العلاقات الجزائرية المغربية، لكن لم تتطور الأمور ما بين الدولتين إلى حد القطيعة وكذلك إقفال الحدود والتشهير وفشل كل المحاولات لإعادة نوع أو حد أدنى من العلاقة ما بين البلدين. يعني المغرب تعتبر هذه القضية قضية سيادية، وأن الجزائر عندما تتدخل في هذه القضية تهدد التراب الوطني المغربي والسيادة الإقليمية أو السيادة الوطنية والسلام الإقليمية للمغرب، وبالتالي أعتقد أن قطع العلاقات حتى ولو كانت هناك علاقات دبلوماسية لكنها علاقات كما نعلم فاترة وعلاقات باردة، وقد ألقت بظلال وخيمة على كل أنواع التعاون الممكنة ما بين المغرب والجزائر. يعني المغرب والجزائر بينهما حدود حوالي 1601 كيلومتر بما في ذلك الحدود الجزائرية مع الصحراء، هذه الحدود مغلقة منذ أكثر من 24 عاما. مسألة أيضا الدخول والخروج من وإلى المغرب والجزائر مسألة مقيدة جدا وصعبة جدا، هناك تأشيرات وإجراءات صارمة. هذه القضية أيضا ألقت يعني بسدولها المظلمة على التفاعل في إطار الاتحاد المغاربي، يعني الاتحاد المغاربي تنظيم قائم على الورق فقط، تنظيم قائم نظريا، لكنه من الناحية العملية ليس له أي وجود فعلي على أرض الواقع. قضية الصحراء تخيم يعني بشكل سلبي جدا على العلاقات المغربية الجزائرية منذ العام 1975، وأعتقد أنها القضية الأكبر التي تؤرق استقرار الإقليمي والأمن في إقليم غرب أفريقيا أو شمال غرب أفريقيا ككل. طيب دكتور أيمن، يعني هل تعتقد أن هناك ذهنية ما في كلا البلدين تكرس وتبقي حالة العداء قائمة؟ أو ربما حالة الشك والتوجس؟ بالطبع هناك الكثير من الأسباب أو العوامل التي تدفع إلى وجود مثل هذه الحالة من عدم الثقة المتبادلة، وهي أن الجزائر تمثل الداعم الأول والأكبر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب أو جبهة البوليزاريو، الجزائر هي الداعم الأول لها، هي الداعم ماليا وتدريبيا وعسكريا ولوجستيا، حتى أن لاجئي الصحراء يقومون في الجزائر، والمغرب تعتقد أنه لولا هذا الدور الجزائري لما كانت هناك قضية في الصحراء أساسا. إذن أعتقد أن المسألة لا يمكن أن تحل من خلال يعني مبادرة من العاهل المغربي، لأن هذه المبادرة لا تنص على حلول للقضية. المغرب ذاته في إطار هذه المبادرة نص على الحكم الذاتي ويرفض بشكل قطع مسألة حق تقرير المصير، وهو ما تصر عليه الجزائر. إذن الفجوة واسعة جدا وأعقد من أن تحل من خلال مبادرة
الجزائر تراها مبادرة فضفاضة أو كلام مرسل، وبالتالي أعتقد أن ظلال الشك سوف تظل. لكن الأمر يعني منذ ما بين المغرب والجزائر. طيب دكتور أيمن، بما أن يعني هناك مفاوضات تنقطع تتعثر ثم تعود من جديد، وهناك مفاوضات مقبلة في جنيف في ديسمبر المقبل، لماذا لا يترك الأمر للأمم المتحدة وهناك مفاوضات جارية وستشارك الجزائر عبر وفد لها في المحادثات المقبلة في جنيف؟ الأمم المتحدة تريد إجراء استفتاء في الصحراء. المغرب وافقت من حيث المبدأ على إجراء هذا الاستفتاء، ولكنها يعني ربما تكون مناورة من المغرب لإثبات حسن النوايا، ولكن الخلاف الأساسي حول من له الحق في إبداء الرأي خلال هذا الاستفتاء. هل هم أهل الصحراء الذين يقيمون داخل الصحراء، أم أيضا هؤلاء الذين ينتمون إلى الصحراء ولكنهم يعيشون كلاجئين في الجزائر؟ هذه المسألة محل خلاف. المغرب تريد السيطرة على هذا الاستفتاء بأن يجرى داخل الصحراء التي ما زالت تعتبرها المغرب جزءا من التراب الوطني المغربي. إذن الأمم المتحدة عندما تؤكد أن هناك استفتاء، الخلاف الآن في من له حق الاستفتاء وإجراءات هذا الاستفتاء. ولذلك بعثت الأمم المتحدة في الصحراء موجودة منذ سنوات مديدة، ومهمتها لا تسير بشكل جيد في معظم الأحوال، حتى أنها تعثرت في مرات كثيرة، والأمم المتحدة تجدد لها بشكل مؤقت من آن إلى آخر، وأحيانا تعلن عن أنها سوف تنسحب، لكن الأوضاع الأمنية أو الإنسانية في الصحراء لا تشجع الأمم المتحدة على اتخاذ هذا القرار والحفاظ عليه. طب برأيك دكتور أيمن، يعني ربما سننتظر حتى ديسمبر المقبل حتى نرى أثر الدعوة المغربية للعاهل المغربي الملك محمد السادس في مفاوضات جنيف المقبلة؟ أعتقد أننا علينا أن ننتظر ليس إلى ديسمبر المقبل فحسب، لأن ديسمبر على الأبواب، وأعتقد أنه لا توجد مؤشرات تؤكد أن هناك إمكانية لحلحلة هذا النزاع الذي يعود إلى أكثر من 40 عاما، وبالتالي أعتقد أننا سوف ننتظر طويلا، لأن الموقف ثابت. المغرب تصر على موقفها الرافض لتقرير المصير لشعب، ولا أقول شعب الصحراء، من وجهة النظر المغربية هم أهل الصحراء، لكن الجزائر تؤكد أنهم شعب الصحراء لأنهم يتمتعون بجنسية الصحراء. ومما عقد الموضوع أيضا أن الاتحاد الأفريقي دخل على الخط بمنح الصحراء العضوية في الاتحاد، وفي الوقت الذي لا تتمتع فيه الصحراء بعضوية الأمم المتحدة. إذن هناك اختلاف بين الموقف الأفريقي والموقف الدولي، وكل هذه الأمور تتطلب يعني وقتا مطولا حتى يتم تسويتها. طب برأيك دكتور يعني أيمن، يعني رغم أن البعض يتفق أن تطوير العلاقات بات أمرا مستبعدا، لكن الآن تنشغل الجزائر بأوضاعها الداخلية والاستعدادات للانتخابات الرئاسية في نيسان أبريل المقبل، هل تعتقد أن ثمة أمل ما، فسحة ما لتغيير ربما في موقف الجزائر وأن يتخذ البلدان خطوة إلى الأمام بمعزل عن العقدة الشائكة وهي الصحراء المغربية؟ يعني لا أعتقد ذلك، بل أعتقد أن هذه القضية تمثل ملفا مهما لجذب أصوات الناخبين في الانتخابات لصالح الجبهة الحاكمة في الجزائر. بالعكس، أن الجزائر عندما يعني يتخلى عن هذه القضية أعتقد أنه يخسر ورقة مهمة يراهن عليها يعني أصحاب السلطة في الجزائر، وبالتالي أعتقد أن هذه القضية سوف تستثمر خلال الانتخابات لمصلحة الحزب الحاكم في الجزائر والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي ما زالت تعتبره النخبة في الجزائر رغم أوضاعه الصحية رمزا مهما في الجزائر ينبغي الالتفاف حوله. طب دكتور أيمن، يعني برأيك إلى أي مدى يمكن التحكم بحالة الحرب الباردة إنجاز التعبير السائدة بين البلدين؟ هي بالفعل حرب باردة. الذي يحكم هذه الحرب هو أن يعني الدولتان أو الدولتين لا تريدان خوض حرب أو صراع أو مواجهة عسكرية مباشرة، لأنها يعني ستكبدهم
خسائر في الأرواح وخسائر مالية، وسوف تفرض عليهم عقوبات من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وأيضا وسوف يعني تحرم الدولتين من تخصيص الأموال للتنمية. الجزائر اليوم هي دولة نفطية ودولة تملك الغاز الطبيعي، يعني سادس مصدر على مستوى العالم للغاز الطبيعي. المغرب أيضا لديه يعني قدرات في مجال الفوسفات والغاز ويريد الحفاظ عليها، وبالتالي أعتقد أن الدولتين أذكى من أن يتورطا في حرب أو مواجهة عسكرية مباشرة، ولكن المغرب يحاول يعني أن يظهر بمظهر إيجابي من خلال الرجوع إلى عضوية الاتحاد الأفريقي والتمسك بعمقه الأفريقي، ولكن مع الحفاظ على مسألة الصحراء. يعني تفريط المغرب في الصحراء هو أمر في تقديري شبه مستحيل. الصحراء مساحتها حوالي 266 ألف كيلو متر مربع، هي أكثر أو أكبر من مساحة دولة مثل رواندا 10 أو 10 مرات، وبالتالي أعتقد أن المغرب لن تفرط في الصحراء، وأن الجزائر لن تغير موقفها بالمعطيات الراهنة. الأمر سوف يأخذ سنوات طويلة. أنا أشكرك من القاهرة دكتور أيمن شبان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة والمختص بالشؤون الأفريقية. شكرا جزيلا لك دكتور أيمن. الهجرة واللجوء مشكلة العالم المعاصر، هذا الملف بعد فاصل قصير. تسعى الأمم المتحدة إلى حشد تأييد دولي لميثاق جديد حول ملف الهجرة في العالم، خاصة عقب وصول أعداد المهاجرين إلى نحو 250 مليون شخص حول العالم. هذا الملف الذي يعتبر مشكلة العالم المعاصر أدى إلى تغييرات سياسية في العديد من دول العالم، فضلا عن تأثيراته الاجتماعية والاقتصادية. في المقابل ترفض دول عدة الانخراط في الميثاق الدولي تحت شعارات قومية واقتصادية. في وقت يعاني فيه العالم من ارتفاع أعداد المهاجرين بعد أن وصل إلى أكثر من 250 مليون شخص بنسبة وصلت إلى 3% من سكان العالم، ينتظر المجتمع الدولي تبني وثيقة تختص بشؤون الهجرة الآمنة والمنظمة في مؤتمر دولي تستضيفه المغرب في الشهر المقبل، حيث صادقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في تموز الماضي على ميثاق عالمي للهجرة يعتبر غير ملزم بعد 18 شهراً من المفاوضات. الميثاق الدولي للهجرة يواجه موجة حادة من الجدل، حيث يرى منتقدو الميثاق أنه يكرس الهجرة التي تحركها الدوافع الاقتصادية كحق من حقوق الإنسان، فيما يرى مؤيدوه أن الميثاق سيحسن من إدارة وتنظيم التدفق الدولي للمهاجرين وحماية حقوق الإنسان. ألمانيا دافعت عن الاتفاق الدولي بشأن الهجرة، وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاتفاق لا ينتهك السيادة الوطنية، مشيرة إلى أنه يصب في مصلحة بلادها، في حين رفضت أستراليا الاتفاق الدولي وانضمت بذلك إلى كل من إسرائيل والمجر والنمسا، حيث أكدت الحكومة الأسترالية أن الاتفاق يمكن أن يضر بسياسة بلادها تجاه طلب اللجوء، وأنه قد يعرض أمنها القومي للخطر. سويسرا بدورها اتخذت قرارا بالتهدئة وأرجأت التوقيع على الاتفاق، حيث أعلنت الحكومة السويسرية أنها ستناقش أمر الميثاق العالمي للهجرة في البرلمان، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الاتفاق يتماشى مع المصالح السويسرية بالحد من الهجرة غير المشروعة. إذن العالم أمام تحديات جديدة بشأن مواقف الدول من ميثاق جديد يعتبره البعض منظما لتحركات المهاجرين من خلال وثيقة تضع 23 هدفا أهمها تحسين إدارة تدفق البشر. أرحب بضيفي عبر الهاتف من نيويورك المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة عبد الحميد صيام. أستاذ عبد الحميد أهلا بك، برأيك أهمية أن يكون هناك ميثاق عالمي للهجرة؟ يعني أولا عدد الحضور الذي سيذهب هنا إلى مراكش عدد كبير جدا، هناك انسحابات، لكن هذه الانسحابات لم تؤثر في طبيعة عالمية هذا الميثاق. النقطة الأخرى هو غير ملزم،
ولذلك التخوفات التي تثيرها بعض الدول يعني لا مكان لها في عملية تنظيم الهجرة، بحيث تصبح هجرة آمنة ومنظمة وعادية للدول التي تستقبل والدول التي تصد. والنطاق مكون من أربع أساسية طبعا. الجزء الأول يتعلق بأسباب وجذور الهجرة القسرية خاصة، يعني هناك مجتمعات تكتف من جذورها، تطرد من أماكن سكنها، مثل ما حصل مثلا مع اليزيديين في العراق أو في مناطق مثلا في نيجيريا أو في جمهورية أفريقيا الوسطى أو ما يحدث الآن في ميانمار. هذا اجتثاث. إذا البحث في أسباب وجذور المشكلة. النقطة الثانية حق المهاجرين، حقوق الإنسان للمهاجرين يجب أن يعاملوا بإنسانية، انطباق بساق حقوق الإنسان لا غبار عليه. على العكس، اختارت المغرب أن يكون توقيع هذا الميثاق في 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أي يوم الاتفاق في عام 1948 على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. النقطة الثالثة وهي موضوع أمن الدول المستقبلة، والميثاق يتحدث عن ذلك وينص على كثير من الشروط وتقوية الحدود والتعاون الدولي في موضوع حماية أمن كل دولة، لأن سيادة الدولة لا غبار عليها ولا نقاش. والنقطة الرابعة والأخيرة وهي فوائد الهجرة للطرفين، للدول المصدرة وللدول المستقبلة. فمعروف أن كثير من المهاجرين من 260 مليون، والذين كثير منهم أصبحوا مهاجرين عاديين مقبولين في الدول المستقبلة، يفيدون الدولة المستقبلة كثيرا، وأيضا يفيدون البلاد التي تركوا منها، وحيث يرفعوا من قيمة التحويلات والتنمية المستدامة في بلادهم التي تركوا. طيب، هناك مليار دكتور أستاذ عبد الحميد الصيام، أنا أي قيمة لهذا الميثاق العالمي للهجرة إذا كان لا يفرض واجبات ملزمة على الدول؟ هو اتفاق غير ملزم في نهاية الأمر. يجب أن نعرف أن كثير من الاتفاقيات ومن المواثيق الدولية هي لا يتم فرضها بالقوة بل بالقناعة وبالنقاش وبالجدال وبالتطوع. يعني مثلا ميثاق حقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نحتفل هذه الأيام بذكراه 70، ليس ملزما لكنه غير وجهة نظر العالم كله من موضوع حقوق الإنسان، وترك آثارا عميقة في تصرفات الدول والأفراد. هناك كثير من الاتفاقيات، مثلا اتفاقية حقوق الطفل ليست ملزمة، اتفاقية إنهاء العنف ضد المرأة ليست ملزمة، اتفاقية إنهاء العبودية. فكثير من الاتفاقيات الدولية توضع عليها التوقيع ويكون هناك التزام خلقي، التزام ثاني، التزام جمعي، تعاون دولي في تنفيذها، وتصبح الدولة التي تنتهك هذه القوانين وهذه المواثيق تصبح شاذة، بحيث تشار إليها بالبنان. وهناك ما نسميه في الأمم المتحدة نيمينج أند شيمينج، أي تسمية المنتهكين وإلحاق العار بهم. لذلك هذه الاتفاقيات مهمة وضرورية، وجاءت في وقتها، لأن في السنوات الأخيرة كثر الحديث والفوضى حتى في موضوع الهجرة غير الشرعية. ولذلك ضرورة أن يكون هناك تنظيم وهناك توافق دولي وهناك طق مقبول عالميا تم نقاشه على مدى طويل، أكثر من 17 شهرا. لذلك لهذا الميثاق وزن كبير، ونعتقد أنه سيغير مفاهيم العالم كله في موضوع. طب ألا يخشى أستاذ عبد الحميد اليوم أن تزداد أعداد المهاجرين طالما أن هناك ميثاق ينظم الهجرة ويحمي المهاجرين؟ يعني هذا يعني قد يكون فهما سطحيا، لكن الميثاق هو ينظم أكثر، هو يبحث عن الجذور، يبحث عن حلول، يبحث عن عمل جماعي لمواجهة الهجرة، يبحث عن تحمل المسؤوليات بشكل جماعي أكثر، حتى لا يوضع الحمل
على دولة واحدة كما حدث في ألمانيا مثلا بالنسبة للمهاجرين، وكما حدث في تركيا مثلا بالنسبة للمهاجرين السوريين. لذلك يجب أن يكون هناك عمل جماعي منظم متفق عليه يوزع الحمل، ولكن أيضا يضع في الحسبان كل المخاوف التي تثيرها الدول في موضوع انتهاك السياسة. وهذه الدول أو حصنة الدول التي انسحبت تستخدم حجة السيادة القومية، ولكن الميثاق نفسه يتحدث عن السيادة القومية وحماية السيادة القومية وتعزيز التعاون في حماية الحدود والاتفاق على من يدخل ومن لا يدخل وكيف يتم الدخول وكيف يتم قبول المهاجرين وكيف يتم استيعابهم. كل هذا مذكور في الميثاق. طيب لا تتوقع أستاذ عبد الحميد أي انسحابات أخرى من هذا الميثاق بعد انسحاب أولا الولايات المتحدة، وتلا ذلك أعداد من الدول، كان أستراليا آخر الدول التي أعلنت الانسحاب وكذلك هنغاريا؟ يعني السبب في هذه الانسحابات بصراحة هي إدارة ترامب، ولو لم تنسحب الولايات المتحدة ربما لم نجد دولا مثل المجر هنغاريا والنمسا وأستراليا تنسحب، ولكن هذه الإدارة في الولايات المتحدة إدارة معروفة أنها تتجه بشكل فردي وتبتعد عن ما نسميه السياسة التعددية، وقد تؤثر في بعض الدول ولكن تأثيرها ما زال محدودا. عندما تقف دولة مثل فرنسا ومثل ألمانيا وبريطانيا وتدعم هذا التوجه، فبالتالي سيكون الانسحابات حتى لو حدثت ستكون هامشية كبيرة. أنا أشكرك من نيويورك المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة عبد الحميد صيام، شكرا جزيلا لك. هذا نأتي إلى نهاية العاشرة، أعود وألقاكم غدا في الموعد نفسه، تحية وإلى اللقاء.